ينضم إلي من نيويورك الكاتب والباحث السياسي السيد أحمد محارم. مرحبا بحضرتك سيد أحمد. إذا هناك وقفة احتجاجية وتزامن معها وفقا لموقع أكسيس هذا الرفض من جانب إدارة المؤتمر لمناشدات لإلقاء كلمات من قبل المسلمين أو العرب الأمريكيين من أصول عربية أو الأمريكيين من أصول مسلمة أو فلسطينية وما إلى ذلك، جميع مؤيدي القضية الفلسطينية. بالتأكيد طبعا نقدر نعذر القائمين على تنظيم هذه الاحتفالية وهذا المؤتمر. لما كاميلا هاريس والحزب الديمقراطي يستطيعوا في خلال هذه الفترة الوجيزة أنهم يجمعوا أكبر رقم 500 مليون دولار دعم، يعني نص تريليون دولار. معظم هؤلاء الداعمين احنا عارفين انهم شركات ومؤسسات مش بس داعمه للحزب الديمقراطي ولا لكاميلا هاريس، ولكن عندهم توجهات سياسيه. وبالتاكيد يمكن العذر يعود الى منظمي المؤتمر، ما قدمهمش فرصه. لو ظهر اي صوت عربي او فلسطيني او مسلم في هذا المؤتمر يمكن يؤدي الى ما لا تحمد عقباه بالنسبه للاداره التي تحلم بأن تكون في البيت الأبيض. لكن نحن أمام وضع كارثي. هذه الانتخابات لأول مرة في تاريخ أمريكا الحديث يكون الموقف صعب جدا، لأنه التدخلات الخارجية في سياق وفي مستقبل هذه الانتخابات من الواضح جدا. كان زمان في الانتخابات السابقة 2020 نقول في تدخل روسي وتدخل صيني، لا، النهاردة إسرائيل للأسف الشديد وبنيامين نتنياهو بيلعبوا دور صعب جدا، يبدو أنه هو مش حيبان تأثيره حاليا لكن حيبان في المستقبل القريب. لما نسمع أن في أقوال بدأت تصدر في الداخل الأمريكي أن هناك حديث حصل ما بين الرئيس الأسبق والمرشح الحالي دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو لا يحثه على أن يقدم على مسألة حل الأزمة والانصراف للرهائن ووقف اطلاق النار، ويقول له لا سيبك انت، خلي الموضوع ده يتحمله الجانب الاخر اللي هو الجانب الديمقراطي. لا. قد يكون الكلام فيه مبالغه، ولكن اذا وصلت الى هذا الحد فنحن امام مستقبل انتخابات الحقيقه يبدو انها هتكون معقده جدا. الشيء الاخطر كمان والاهم ان هو على الجانب على مستوى الجماهير في الداخل الامريكي ان الشعب منقسم. الشعب بيقول نحن أمام ظاهرة غير مسبوقة، نحن أمام رئيس كان ضعيف أو غير محبوب، وأمام رئيس آخر شعبوي كمان البعض بيقول أنه غير محبوب. فالبعض بيقول إن عندنا نموذج سيء وعندنا نموذج أكثر سوءا، نروح فين؟ وبالتالي مستقبل القضية للأسف الشديد الداعمين والمال السياسي بيلعب دور كبير جدا في تحديد مستقبل السياسة الخارجية الأمريكية. نأمل أن هي كاميلا هاريس هذه الدعوات والوعود اللي بتقدمها للناخب الأمريكي وعود كثيرة جدا وجيدة، وهي من الذكاء أنها استطاعت أن تخاطب شرائح كثيرة جدا من ولكن الناس المهمشين. ولكن أستاذ أحمد، يعني في هذا السياق وعلى هامش هذا المؤتمر، عندما ترفض إدارة المؤتمر مثل هذا الطلب المشروع خشية أن يتم تفتيت الكتل أو الأصوات الداخلية أو إنشاء حالة من الجدل وسط هذا الزخم والحراك الكبير الحادث الآن، ألا يعد هذا خللا فيما يتعلق بالبرنامج الانتخابي لكامالا هاريس والحزب الديمقراطي أم ماذا؟ يعني نقدر نقول إلى حد ما هو في نوع من عدم المصداقية، أن الناس اللي حاضرين كلهم مواطنين أمريكان بغض النظر. يعني انت كاميلا هاريس انت بتخطي كل الشعب الموجود بما فيه كل الاعراق وكل الجنسيات، وبالتالي انت بتتكلمي على الاقليات ومش عايزه تكوني متحيزه، وبتكسبي اصوات العرب والمسلمين والافريكان امريكان والسود وهكذا. لما يكون طلب زي كده يعني اعتقد انه كان من الحصافه ان يتاح الفرصه لمن يريد ان يتحدث، حيدي يعني اطلاله أن هذا المجتمع الأمريكي هو مجتمع الحريات، ويدي دعم كمان لأنه مستقبل القضية الفلسطينية أو منطقة الشرق الأوسط
هذه الإدارة اللي تسعى إلى أن تكون في البيت الأبيض تسعى لذلك، ولكن المال السياسي ال 500 مليون دولار اللي حصلتهم من شركات كبيرة جدا ومؤسسات داعمة لمستقبل وجودها، ومعظم هذه الأموال جاية من اللوبي الإسرائيلي أو الصهيوني اللي بيحاول بقدر الإمكان يوزن ما بين لو فازت كاميلا هاريس بيدعموها ولو في مستقبل لترامب كمان بيدعموه. فنحن أمان الحياة ظاهرة غير جيدة جدا. طيب يعني كيف من وجهة نظر حضرتك سينعكس هذا على الكتلة المؤيدة للقضية الفلسطينية؟ الأمريكيين من ذوي أصول عربية كيف سينعكس ذلك من خلالهم على الانتخابات وعلى عملية التصويت؟ خلينا نكون واقعيين، احنا الجالية العربية والجالية المسلمة في الداخل الأمريكي بغض النظر عن عددها وإمكانياتها، بالمقابل عندنا جالية يهودية يقابلها 6 مليون، احنا مش قد العدد ده، كمان هم أصحاب نفوذ وأصحاب رؤوس أموال. لو قلنا إن الجالية المسلمة أو العربية بتمثل شريحة من دعمها لمرشحة نائبة الرئيس كاميلا هاريس، في نفس الوقت هناك على الجانب الآخر كثير جدا من الأمريكان بغض النظر عن أنهم بيض أو ملونين هيكونوا في الجانب الآخر للرئيس الأسبق ترامب. يعني نحن أمام الحقيقة الظاهرة، الإحصائيات لا تستطيع أن تعبر عن الواقع، بس احنا امام اقل من 100 يوم عندنا وضع من الصعب جدا جدا ان نتخيل ماذا يمكن ان يعني تسفر عنه هذه الانتخابات، فضلا عن انه ترامب وحمله ترامب بتندد بتقول لو ترامب ما كسبش هيكون في صراع وهيكون في حرب يعني في الداخل الامريكي عمرها ما حصلش من سنوات اللي هي الحرب الاهليه. هل الكلام ده هيعيد الأذهان إنه كان في مناطق من العالم إن بيقولوا لو ما كناش هنفوز هنلطخ الشوارع بالدماء؟ الحقيقة مقبلين على 100 يوم حاسمين جدا من الداخل الأمريكي. إسرائيل وبنيامين نتنياهو بيلعبوا دور خطير جدا في اللعب بمقدرات مستقبل أمريكا. طيب بالنسبة أيضا للكتلة المؤيدة للقضية الفلسطينية ذات الخلفية العربية والخلفية الإسلامية وحتى من هم دون ذلك ولكنهم ينظرون إلى القضية الفلسطينية على أنها قضية عادلة، هل تعتقد بأن كامالا هاريس سوف تحاول استمالة هؤلاء من خلال تعويض يعني مسألة الموقف الأمريكي الضعيف أو المتخاذل أمام القضية الفلسطينية وما يحدث الآن في غزة، أن تقوم بتعويض هذا من خلال وعود اقتصادية ومن خلال الملفات المطروحة كالهجرة والضرائب وما إلى ذلك؟ للأسف الشديد احنا كامالا هاريس هي امتداد لإدارة سابقة، كل الوعود اللي بتتكلم فيها الشارع الأمريكي يقول لو أنت هتقدري تقدمي لنا الوعود دي مع فترتك ليه ما حاولتيش فيها في فترة وجودك أنت كسيدة ظل؟ ده رقم واحد. رقم اتنين، لا يهم كامالا هاريس ولا الحزب الديمقراطي ولا أي مسؤول في الداخل الأمريكي مسألة العرب المسلمين وقضية فلسطين. إذا كان لحتى هذا اللحظة 9 جولات مكوكية لوزير الخارجية الأمريكي وكل البوارج وكل الدعم الأمريكي الغير مسبوق لأمريكا لإسرائيل سياسيا وعسكريا وماديا وفي الأمم المتحدة، ويرفض بنيامين نتنياهو أن يستجيب لمعظم المطالب اللي بيحاول من خلالها الرئيس بايدن الحالي والإدارة الأمريكية إنها يعني تحلحل المسألة وتجد حل وتفك المسألة، أبدا ولا يمكن أبدا يستمع. كنا نتعود دايما نعرف إن أمريكا التي تدير الملف الإسرائيلي، في هذه الحرب اللي استمرت 11 شهر للأسف الشديد إسرائيل تدير أمريكا بشكل غير مسبوق، ومن ثم لا نأمل أبدا خير من خلال التعويل على إن الجالية العربية أو المسلمة لها تأثير. قد يكون لها تأثير، لكن في ظل هذه الإدارة الحالية أو المستقبلية الأمل غير مضمون. نعم، شكرا جزيلا لك، كنت معي من نيويورك أحمد محارم الكاتب والباحث السياسي.